والقفص ما يوالح وعطيتك حب تمنيت في يوم ربع وتعطيني مات القلب اللي كان غدرك يسامح ومنين تجي قلب جديد مدو يحميني سنيتك
We're gonna make it.
كيف تجاوبتي مع الجمهور ديال العرايش في اول حضور ديالك؟ كيف بالك التجاوب؟ مزيان مزيان تعبر على كيفاش لقيتي الجمهور ديال العرايش اللي استقبلك اول مره كتحضري في هذا الميراج؟ انا سعيده جدا بهذه الزياره اللي كما شفتوا كاملين انها كانت زياره ناجحه جدا، والحفل كان مميز من انجح الحفلات اللي انا درتهم في مسيرتي الفنيه. وشعب او جمهور مدينه العرايش جمهور ذواق جدا، وانا عندي فيه بزاف ديال المتابعين على السوشيال ميديا، ديما كيقولوا لي انا من العرائش من العرائش، وانا اليوم محظوظه بزاف انني تلاقيتهم فاس فاس. شي سؤال اخر؟ هذا كيسيون؟ هاد كيسيون؟ لا ما غاديش نقول. صافي الحضور ديالك، الحضور ديالك في المهرجان ديال عبد الصمد كيفاش كيعني؟ الحضور ديالك شي جديد ديالك؟ جديد غادي نعلن عليه قريبا. انا عاده ما كنبغيش ندير حوارات من بعد السهره لانني تكون مجهده، فكنتمنى منكم المره الجايه نديروا حوار قبل من السهره باش نكون عندي شويه ديال الطاقه. وان شاء الله الجديد ديالي غادي نعلمكم به اول باول، بما انكم الوسيط الجميل بيننا وبين الجمهور المغربي. والمره الجايه ديال العريش ولا صباح وجهتي؟ سبق لي وجاوبت على هذا السؤال. ودا سعد، واش كتفكر دير اليوتيوب كورس بلوكات ديال السوشيال ميديا؟ اش ندير؟ نشوفوا الحياه ديالك الشخصيه عبر اليوتيوب. الحياه الشخصيه كتخصني انا لوحدي، ما كاينش معي انني نشارك واحد الجانب جميل جدا اللي هو جانب الامومه، جانب الطبخ. اما اموري الشخصيه التي تتعلق بمشاكلي مع عائلتي او مع افراد في الوسط الفني فهذا لا يفيد الجمهور ولن يعلو بالفكر المغربي. اوكي اخوان، كتبوا ملحنه المفروض هذا السؤال اللي تسحبوا عليا تكون عارف على السيره ديالي. انا ماشي ممثله، عمري ما كنت ممثله. شوف هذه تفضل على العرائش جميله جدا، وكنتمنى نعاود نجي لها. شوف راسك هذا موافقه الجمهور ديالي فن وغزال في العرائش. انا عندي توقيت معين خصني ننزل ما سخيتش، وانتم شفتوا بغيت نغني ونغني ونغني، وما يمكنش نمشي والجمهور باقي جالس. نورمالمون حنا ملي كنشوفوا الجمهور بدا كيمشي حنا كنساهموا، لكن باقي الناس باغي يسمعوا ودا سعد، فهذا شرف ليا وكنعتز به، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم في السنوات المقبله ان شاء الله.